مين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كذا حد قال لي اعمل لنا فيديو عن يعني كذا برفيومز تانية من ايفون واوريفليم. المجموعة اللي انا هعمل لكم عنها ريفيوهات الفترة الجاية دي مش بتاعتي، بتاعت اخواتي. انا المجموعات اللي عندي منهم خلاص عملت عنها ريفيو. بصراحة انا موقفة شراء عطور الفترة دي من اي حاجة، لان انا عندي كتير وعاوزة استهلك اللي عندي الاول، وبعد كده ابقى اشتري تاني، فمش ناوية اشتري تاني. فقلت بدل ما اشتري حاجات اجربها وكده، ان انا اشوف ايه اللي ما عملتش عنه ريفيو عند اخواتي واعمل لكم عنه ريفيو. فده العطر ده بتاع اختي، ده من ايفون، اسمه استمينا فور وومن. يعني اعتقد ان اكيد في منه للرجال. المفروض ده اوضه تواليت، حجمه 50 ملي، تشكله من جوه. معلش بقى لو انا بتحكم بايد واحده، لان مش بصور بالكاميرا، بصور بالموبايل، الكاميرا مش معايا لان انا عند ماما. لا سوري، ده حجمه 75 ملي، مش 50 ملي زي ما شايفين كده. ده شكل العبوة من جوه. يعني بصراحة التعليب بتاعه، لو هنتكلم على التعليب الاول، يعني رخيص شوية، يعني تحسه تعليبه رخيص. بص من دي مش عاجبني شكل الاوتومايزر ولا الشكل بتاعه من هنا، ده اول ملحوظة. بس اعتقد هو اغلب حاجات ايفون يمكن تعليبها مش بيبقى احسن حاجة او احلى حاجة. بس شكل الزجاجة، يعني الشكل اللي هو اللي مش محدد ده، شكله حلو. العطر ده المفروض تصنيفه زهري فواكه، اصدر سنة 2019. الافتتاحية بتاعته هي الفواكه، فيها التوت، في القلب بتاعه فيه الياسمين والفريزيا والورد وزنبق الوادي، والقاعدة بتاعته فيها خشب العنبر وخشب السندر والمسك. ولكن انا مش حاسة الحاجات دي كلها، انا بس ريحة الفواكه هي اللي طاغية عليه. لما بيهدى ريحته بتهدى جدا، بتشم ريحة شوية فواكه بسيطة، مش حاسة ريحة العنبر والخشب السندر والمسك خالص. هو الطاغي فيه ريحة الفواكه. ثباته للأسف مش قوي، ثباته ضعيف. السائل من جوه زي ما انتوا شايفين لونه موف كده، ثباته للأسف مش قوي خالص، ثباته ضعيف. يعني اللي هو رينج مثلا ساعة ساعتين بالكتير قوي. مش فواح يعني، بس انت تشميه اللي يقرب منك يحضنك او يبوستك او يسلم عليكي برضو، بس هو اللي يشمه، لكن مش اللي هو تحطيه ينتشر في المكان. تقييمي ليه بصراحة هو يعني عطر، يعني عارفة لما تكوني بنوتك لسه عندها في داخلة اعدادي بقى جديد، وعايزة تجيب لها عطر كده لذيذ، بنوتاتي سكر كده امور، وتتعود انها تحط بقى برفان وتبقى ريحتها حلوة وكده. هو العطر ده عطر بنوتاتي، يعني بتاع مرحلة الاعدادي وثانوي وبداية السنة او الثانوي والاعدادي والمرحلة بتاعت الطفولة دي شوية، لا هي طفلة ولا هي حد كبير. يعني مش عطر فخم ولا عطر انثوي او سيكسي او كده، هو عطر بنوتاتي جدا. برضو هو من العطور اليومية، يعني زي ما قلت لكم ثباته مش قوي، هو من العطور اليومية اللي تحس ان الصبح عايزة ريحتك تبقى جميلة وحلوة، تقومي رشة البرفان وحطاه، ولابسة البيجامة نظيفة، تاخدي شاور تحطيه وهكذا. فهو من العطور اليومية. سعره انا مش عارفة طبعا، لان مش انا اللي اشتريته، زائد ان اختي كمان مش فاكرة سعره. انا سألتها، حاولت اسألها على سعره، قالت لي انا مش فاكرة، فمش هقدر اقول لكم للاسف سعره ايه. بس هو عطور ايفون مش غالية خالص خالص خالص، يعني رينج مثلا 150 120، ممكن اقل كمان لو في عروض او حاجات زي كده، فما اعتقدش ان ده كان هيتعدى الرينج ده خالص. لو انت عندك بنوتة عايزة تعوديها او تجيب لها برفيوم يكون حلو بناتي كده، ريحته جميلة، وبنوتاتي، اعتقد ده هيكون خيار مناسب. لو انت عايزة عطر يومي للايام العادية تحطيه لكل يوم، تقعدي رايحة جاية ترشي منه كده، مش غالي، مش هتخافي عليه، برضو ممكن تجيبيه. بس زي ما قلت لكم هو لا فواح ولا ريحته قوية قوي. وبس كده، هو ده كان تقييمي للعطر استمينا اسم غريب جدا من ايفون. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا بيه، وان شاء الله في ريفيوهات عن عطور تانية لما اجمع لكم بقية المجموعة ان شاء الله. فترقبوا وتابعوا الناس المهتمة بالموضوع ده، يفيدها ان شاء الله. وبس كده، باي باي.